وقفه اليوم هي كتزامن مع العرض الثالث على ديال عمر في المحاكمه. عمر قبل طلب من المحامين انهم ما يطلبوش ليه الصراحة المؤقت احتجاجا على رفض هذا الصراحة هذا لمدة طويلة لعدة مرات من طرف النيابة، من طرف المحكمة بيان شيغ بتحريض من النيابة العامة، لأن النيابة العامة اللي كترفض هذه المسألة هذه، وقال لهم باغي تحتفظوا بيا في السجن احتفظوا بيا، صافي أنا غنبقى في السجن، ما نطلبش منكم هذا الامتياز، إلا كان امتياز أنا ما بغيتوش أنا كاع أصلا، أنا غنبقى في السجن حتى ديروا عقلكم تشوفوا واش غديروا معايا. فعلا المحامين عجبهم الحال، يعني تبنوا هذه المسألة هذه، وثاني المحامين كانوا عدد كبير منهم جاوا من مختلف المدن، من فاس، من طنجة، من الرباط، من بني ملال، من مراكش، بالإضافة للدفاع ديال الدار البيضاء مشكورين. أنا كنشكرهم على المؤازرة ديالهم، وكان في الحقيقة حضور مهم جدا، حضور لافت في القاعة ديال المحكمة، وكانت المرافعات ديالهم مفيدة بالنسبة للمحكمة ومفيدة لينا حنايا، وكانت الحضور ديالهم كان بالنسبة لعمر كان مهم جدا، لأنه تيحاول يرفع لهم المعنويات ديالو أنه ماشي بوحده، وهذه الوقفة هذه هو تجسيد حقيقي على أن عمر وسليمان ماشي بوحدهم، أنا معاهم عدد كبير ديال المتضامنين وعدد كبير ديال من هيئات الدفاع على مستوى وطني. المحكمة في الأخر رفعت قبل ما ترفع الجلسة أجلتها لواحد 6/2021 بالنسبة لعمر، وسليمان أجلتها لواحد 3/6/2021. المهم هذه القضية ديال التصريحات ديال المندوب ديال السجون، التصريحات تكررات بزاف، ولا كياخذ كينتاح الصفه ديال النيابه العامه، وكينتاح الصفه ديال القضاء، وكيصدر احكامه هو من عنده. وانا في القضيه هذه، القضيه هذه فعلا خلقت لي مشكل، وليت كنخاف على ولدي، لان اللي مسؤول على ولدي هو اللي كيسب ولدي وكيهدد ولدي وكيكذبو، بان وليت كنخاف عليه من الانتقام ديالو. كيفاش واحد ولدي في الحمايه ديالو وهو كيقول داك الكلام، كيسبوه وكيعايروه وكيعتبروه ماشي صحفي ماشي حتى حاجه والى اخره. ما كتهضر لا حكومه لا برلمان لا مجلس وطني لحقوق الانسان لا المجلس الاعلى للقضاء، وكيهضر هو كموظف اداري ماشي موظف ماشي حكومي بعدا كاع، ما عنده علاقه بالحكومه، هو خدام تحت تحت اداره وزير العدل. واش من حق عنده هو يبقى يهجم على المجتمع ويهجم على الصحفيين ويهجم على المدونين ويبقى يكذب؟ واش القامه ديالو هو يبقى يرد على واتربوري؟ واتربوري متخصص في المغرب وتيعرف شنو هو المغرب، والبحث ديالو ديال الدكتوراه خداه على المغرب، وفعلا هو المقال ديال واتربوري كان مقال مهم جدا لصالح المغرب، تيعتبر ان المغرب عنده قوه وعنده امكانيات وعنده مقومات باش يكون دوله ديمقراطيه، وان محاكمه ومحاسبه ومتابعه الصحفيين تضر بصورته هو، تيضر بالصوره ديالو اكثر بالصوره ديال المغرب. بهذه الخرجه ديال الخرجات ديالو المتتاليه اللي الان ولا كينوب على الحكومه وكينوب على البرلمان وكينوب على كل شيء، كينوب على الامن وكينوب على كل شيء، كينوب على النيابه العامه، وتيخرج من جلباب ديالو كحارس كجسان كان سميتو سجان اول، وفي حمايته مجموعه ديال المعتقلين يمشي على السجن شنو فيها؟ يعرف يمشي يهتم بها بعدا ويصلح الامور ديالها. راه السجناء الان تعيشوا ظروف خطيره جدا، ومن بينهم السجناء السياسيين كيحتاجوا للتطبيب كيهملهم، كيحتاجوا للنزهه كيهملهم، كيحتاجوا الرياضه كيحتاجوا، هو تيهملهم، هو الان خاصو يسكت. كما قلت انا البارح اللي عنده شي مفتاح شي كود باش يسكت الزر ديالو يسكتو، راه ولا كيخلق راه كيضر المغرب وكيضر المهنه ديالو وكيضر المسؤوليه ديالو، ما بقاش مسؤول هو، ولا مهاجم ضد الصحفيين. بداية سألتني عن تصريح السيد تامك والذي لن أجيبه، الذي ستجيبه الحالة والوضعية ديال الصحفي سليمان الريسوني الذي أتى اليوم يعني في حالة مزرية ويرتلها، يعني كاين شي حاجات تردوا عنها الأحداث ويردوا عنها التاريخ، فأنا لن أرد. عدا ذلك صحفي سليمان الريسوني يطالب بمحاكمة عادلة، صحفي سليمان الريسوني رهين منذ سنة في سجن عكاشة وتحت مسؤولية التامك، لذلك أقول له ولكل المؤسسات التي ساهمت في تشريد أسرة الريسوني ودفعه للموت أن يتحملوا مسؤوليتهم الكاملة، وحنا كعائلة نتشبث بالبراءة ديال سليمان، ونعرف أن سليمان معتقل رأي وافتتاحيته وانتقاده لشخصيات
تعتبر نفسها فوق النقد هو الذي جعله احد يعني الاعداد داخل سجن عكاشة. بالنسبه لي الجمله الشهيره ديال سينراء السجين سينراء هو سليمان الريسوني الصحفي الكبير رئيس تحرير جريده اخبار اليوم والذي قادها بعد الصحفي الكبير توفيق بوعشرين وهو سليل العائله الريسونيه وسليل القائد احمد الريسوني هو احد اهم واجرا الصحفيين وكان دائما في اللجان التي تدافع عن الصحافه الحره عن الصحفي علي المرابط عن الصحفي علي انوزلا عن الصحفي توفيق بوعشرين عن الصحفي عمر راضي وسيكون عندما سيخرج من سجنه هذا ومن محنته هذا وهذا ما نتمناه كعائله سيكون دائما في مقدمه الدفاع عن الصحفيين وعن كل المظلومين من خلال افتتاحيته وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا وغادي غادي تحضر بهم في التضامن يا الله سليمان متواجد مع محاكمه سليمان الريسوني والصحفي الاخر عمر راضي تواجدنا هنا ومن اجل اعلان عن تضامن المطلق واللا مشروع مع الصحفيين الحرين سليمان الريسوني وعمر راضي. سليمان يحاكم على خلفية افتتاحيته النارية في صحيفة أخبار اليوم واستماعه لنبضات وهموم الشعب المغربي. عمر راضي يحاكم على خلفية فضحه لملفات عديدة أهمها ملف أراضي خدام أصطلح عليه خدام الدولة اللواحات الإشهارية وعدة ملفات خطيرة ومنها في المخطط الاستعجالي. من هذا المكان أمام محكمة استئناف الدار البيضاء نطالب بإطلاق سراح عمر راضي وسليمان الريسوني. سليمان الريسوني في حالة خطيرة. سليمان الريسوني وكما أكد لنا المحامون وكما أكدت لنا عائلته في حالة خطيرة. سليمان سليمان الريسوني قد استنزفت قوته بواسطة الإضراب الذي يفوق الآن يومه يفوق 40 يوما وأكثر. نريد تحقيق العدالة في ملف سليمان الراضي وعمر راضي سليمان الريسوني وعمر راضي. أول شيء نطالب به هو على الأقل محاكمتهما في حالة صراح. إن لم يكن إطلاق سراحهما الصحافة ليست جريمة. الحرية لعمر راضي، الحرية لسليمان الريسوني، الحرية لعادل البداحي، والحرية لكل رموز الحرية داخل هذا الوطن الجريح. وعاش شعبنا ولا عاش من أهانه. التصريحات ديال مديرية السجون تيقول لهم الإضراب على الطعام كيضربوا العسل الحر. ياك كضربوا العسل الحر وجيت تضربوا العسل الحر معاهم. العسل الحر من حقهم يشربوه حيت ما خصهمش يشربوا الماء ولا ملحه. من حقهم يضربوا العسل من العسل اش يضربوا معاهم انت في مديرات السجون. بركه من الكذوب وبركه من تصريحات كاذبه وبركه من التعذيب وبركه من الرشوه وبركه من التزويرات وبركه من اعتقالات. راه تقهرنا قلوبنا راه رشاو وقلوبنا راه رشاو دماغنا راه رشا. كل صباح كل عشيه كنسمعوا الكواريت بركه علينا. هادو غا موظفين صغار دايرين العجب ودايرين العجب في الادارات العموميه والاشباح. بركه علينا بركه علينا قتلتونا بركه علينا من الكذوبات بركه علينا من تصريحات كاذبه. عطيونا حقنا حنا كنطلبوا بحقنا وكنطالب الصحافه بصراحه ديالهم. وشكرا وتحيه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.